لم يختلف المسلمون في أمر كخلافهم في مسألة الخلافة والإمامة، فاختلفوا حول الطريق الأمثل للوصول إلى السلطة. فقالت العامة منهم أن الرسول لم يوصي لأحد من بعده بالخلافة، بل تركها شورى بين أصحابه، في حين قالت الشيعة إن الرسول أوصى قبيل استشهاده بتنصيب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من بعده. ومن هنا عرف العقل السياسي الإسلامي ظهور نظريتين متقابلتين، الأولى تؤكد على حرية المسلمين في اختيار خليفتهم، والثانية تقول بالنص الإلهي والوصية التي لا تجوز مخالفتها. في هذا السياق تقفز إلى الواجهة إحدى الحوادث المهمة التي تزامن وقوعها مع الأيام الأخيرة من حياة الرسول، وهي التي عرفت واشتهرت تحت مسمى رزية الخميس، والتي تناقلتها المدونات الحديثية السنية والشيعية، واستحوذت على قدر وافر من اهتمام العلماء القدامى والباحثين المحدثين. وردت تلك القصة من خلال روايات مجموعة من الصحابة الذين حضروا الواقعة، ومنهم على سبيل المثال كل من عمر بن الخطاب والإمام علي بن أبي طالب وطلحة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، والأخير هو الذي أطلق على هذا الموقف اسم رزية الخميس، وهو الاسم الذي سيصير الاسم الأشهر لتلك الواقعة. المصادر الحديثية السنية اهتمت كثيرا بذكر تلك الحادثة، إذ وردت في كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم وطبقات ابن سعد ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي. وبالمثل أوردت المصادر الحديثية الشيعية أخبار تلك الواقعة، فأشارت إليها في الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، والإرشاد إلى معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني، وبحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي. ومجمل القصة أن الصحابة كانوا مجتمعين في بيت رسول الله في مرضه وقبل وفاته بثلاثة أيام، فأمرهم أن يحضروا له الكتف والدوات ليكتب لهم كتابا يعصمهم من الضلالة بعد رحيله، فقال: ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا. يرى علماء الشيعة أن النبي أراد أن يؤكد في ذلك الكتاب على خلافة الإمام علي بن أبي طالب من بعده، وعندما فهم بعض الحاضرين مقصده عارضه ورماه بالهجر والهذيان، وشجعت تلك المعارضة لكتابة الكتاب بعض الآخرين من الحاضرين على الجرأة على الرسول صلى الله عليه وآله، وصارت معركة كلامية بحضرته، فغضب رسول الله وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شيئا.